ولذلك بعضهم ربما يستدل بآيات من القرآن على أحداث تقع له على وجه الاستمرار، وهذا لا يجوز أن يلعب بكتاب الله. كل ما مر بك حدث قلت آية، الأصل المنع، لكن لو قيلت أحيانا فلا بأس. مثل ماذا؟ مثل ما جاء في الصحيح أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما أتى إلى خيبر قال الله أكبر خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم، ذكر الآية، فساء صباح المنذرين، أحيانا لكن ليس على وجه الدوام والاستمرار.